السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ورجعنا لكم فيديو جديد. واليوم عنا بي سي بسعر 105 دولارات. بعرف انه سعر فلكي، انت بتيجي تقول انه ما بقدر شغل العاب. لا، هذا البي سي راح يقدر شغل العاب بشكل متوسط، اعدادات متوسط كمان، وعلى كمان العاب معقولة. فراح شغل العاب شوي ثقيلة نوعا ما، اما ثقيلة مش راح يقدر شغلها اكثر من 20 فريم. واللي ما شاف تجميعات الماضي على القناة ياريت تنزل في القناة راح تشوفها. وكمان قبل ما بلش الفيديو، يا ريت إذا عجبك الفيديو اصلخ لايك تحت، إذا تجي على القناة يا ريت تشترك، تفعل زر جرس يوصلك كل جديد. وبس يلا نروح للفيديو. أول شي المعالج مش راح يكون كورتوكواد، مش راح يكون بنتيوم، ومش راح يكون زيون. هالمرة راح يكون كورتو ديو اي 8600 ال جي اي 775. أول شي حاب أذكره إنه معالج قديم من صنع 2008، بس حاليا هو بيعتبر دول كور، وفي كمان 2 فريد بهذا المعالج. بس هذا المعالج سرعته 3.3 بداية، أما لما تعمل أوفر كلوك على اللوحة داعم يكسر السرعة الجي 41 راح يعطيك 3.7 جيجا هرتز، بشرط تكون المذر بورد داعم الكسر السرعة، وكمان في تبريد هوائي أو مائي زي ما بتحب. ممكن تكسر كمان، بس بدك تبريد قوي وكمان لوحة قوية. نفوت لتفاصيل المعالج. هذا المعالج بركب على شريحتين، ال 41 جي 41 والجي 31. ال جي اي 775 سرعته 3.3 وتكسر السرعة 3.7، 6 ميجا كاش، 1333 ميجا هيرتز عشان تشغل الرامات، يعني دي دي ار 3 ممكن يدعم رامات، ما بقدر يدعم 1600 ميجا هيرتز، اما 1333 ميجا هيرتز. انا حاليا ما بنصح بالمعالجات الدول كور حتى لو كان في 4 فريد، بس حاليا يعني يعتبر شوي متوسط حتى ادنى من المتوسط. فلازم حاليا الالعاب بدها 4 كور عشان تشغل بفريمات ثابته. وبيجي تقنية تصنيع 45 نانومتر، عندها 65 واط استهلاك طاقة، معكس السرعة 80 واط عشان تغذي المعالج. سعر المعالج 12 دولار، هيك مواصفات حلوة. زي ما قلت أنا المعالج قديم صح، بس بعطيك أداء ممتاز على السعر اللي انت بتدفعه. ونروح للقطعة الأهم اللي هي المذر بورد. عندنا لوحة من ايسوس الجي 41 الجي اي 775 دي دي ار 3 9 لحد 8 جيجا من دي دي ار 3 1600 ميجا هرتز، وداعم المعالجات كورت ديو كورت كواد زيون على نفس الجي اي 775 ومعالجات البنتيوم. واللوحة بيجي 2 سلوت لتركيب الرامات، يعني ممكن تحط 8 رام على هاي التجميع، بس اليوم راح نستخدم 4 رام فقط لا غير، مع امكانية كسر السرعة هاي اللوحة لمعالجات انتل. وعندك كمان مداخل اكسبرس، عندك 3 يو اس بي، مدخل انترنت، وعندك كرت الصوت. عندك 3 ماركات عالمية بتصنع المذر بوردات الشهيرة، ام اس اي، ايسوس، جيجا بايت. هذول كمان في الرابعة عندك اسروك، بس مش منتشرة زي هذول الشركات. هذول الأربعة قلتن هذول أحسن مذر بوردات حاليا في التصنيع، من حيث الكسر السرعة ومن حيث دعم المعالجات والكواليتي للوحة. واللوحة بيجي معها مدخل DVI، ما فيها HDMI لأنها قديمة. وفي عندك نفس هاي اللوحة من MSI، بس راح تيجي أغلب دولارين فقط لا غير. وهم القطعة للألعاب خاص شيء المونتاج للألعاب اللي هي كرت الشاشة. كرت الشاشة مش عندنا 750 تي اي، لا، عندنا جي تي اكس 650 الواحد جيجا. انت لا تطلع على الواحد جيجا، عندك 128 بت وجي دي دي ار 5. الواحد جيجا حاليا كمان ما بتساوي اشي، بس يعني بتمشيك حالك. بس عندك جي دي ار 5 128 بت احسن من الكروت ال 730 و 740، فهذا احسن منهم درجات. وفي عندك مدخل DVI و HDMI والكور كلوك 1071
ودايركت اكس 11 وتبريد من ايسوس ايسوس جي تي اكس 650 ابو مروحة واحدة ما في عليه باك بليد مروحة واحدة من قدام ودقة تصنيع 28 نانومتر وسرعة الذاكرة 5000 ميجا هرتز وسنة التصنيع 2014 وبيدعم HDMI والDVI والVGA وعندك 384 ستريم بروسيسور كرت قديم من سنة 2014 بس حاليا يعتبر قوي على فئات الدنيا يعني ممكن تشغل مثل لعبة فورتنايت عدادات متوسطة 70-80 فريم على هذا الجهاز ما راح يعمل عنق زجاجة مع المعالج لأنه معالج كمان ضعيف وهي كمان والكرت كمان ضعيف مش راح يعمل عنق زجاجة واستهلاكية الطاقة جدا منخفضة عندك 4 بن مغذي لهذا الكرت بس بشغيل لك ألعاب حلوة مثل عدادات متوسطة ممكن تحط علو عدادات ثقيلة مستحيل شغلها لنقص الفيرام يعني 1 جيجا بس راح أدي الغرض في هاي التجميعة وسعر الكرت 35 دولار وأنا نسيت ما أقولكو سعر المذربورد سعر المذربورد 31 دولار ونروح على القطعة اللي بعديها عندنا القطعة اللي بعديها الرامات الرامات راح تكون من سامسونج 4 جيجا 1600 ميجا هرتز أو 1333 ميجا هرتز DDR3 معروفة من شركة سامسونج مش راح تكون DDR2 لو جيبت DDR4 وتشبك على اللوحة مش راح يزبط ولا تجيب DDR2 وتشبك على اللوحة DDR3 مش راح يزبط فاشبك DDR3 على اللوحة لحد 1600 ميجا هرتز اليوم راح نختار كت واحدة 4 جيجا كافية بداية على هاي التجميعة وعنا القطعة بعديها مش راح يكون في عنا SSD عنا هارد ديسك ميكانيكي 320 جيجا ويستون ديجيتال 5400 دورة في الدقيقة راح يكون ساتا 320 شوي صح قليلة بس عشان السعر سعر 500 جيجا 17 دولار وعندك سعر 320 جيجا 13 دولار راح يكون نقل وتنزيل وتخزين المعلومات راح يكون متوسط مش عالي ولا هو بطيء ولا هو سريع راح يكون شوي بطيء راح تحس ان 5400 دورة راح يكون ارخص وستن ديجيتال بلو يعني راح تقدر تحط عليه العابك صورك اغاني افلام موسيقى اي شيء انت بتحب وكمان بيجي منفذ ساتا نقل البيانات السريعة ونروح للباور سبلاي الباور سبلاي ممكن تشغل هاي تجميع 350 بس احنا راح ناخذ 400 واط من اي شركة معروفة مناش ناخذ من شركات صينية لانه شركات صينية ما بتعرفش تعمل باور سبلاي عندك الشركات المعروفة كورسير اي في جي ثيرمالتك وعندك كمان سنهايزر عندك هذا الشركات المعروفة في كمان شركات معروفة صح بس قليل ما ناس يعرفوها سعر الباور 25 دولار 350 واط او اذا تحب زيد شوي مصاري 30 دولار ممكن تجيب باور ميركوري ال 400 واط 30 دولار وهيك خلصت تجميعتنا وبس انا حبيت هيك احط لكم تجميعة بسعر 105 دولارات فراح يكون تجميع كثير ممتازة على المواصفات اللي انا حكيت عنها فاذا عجبك الفيديو اصلق لايك تحت وفعل زر جرس القناة واشترك في القناة واكتب تعليق حلو وكمان اذا عندك اي تعليق او اي استفسار تحط تحت في التعليقات وبس كان معكم محمد وهي تجمعتنا اليوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته